خير بشو بدنا نحكي توماس؟ مو طايقة تشوفيني بعرف. واضح من عيونك عم تلوميني لأنه لقوا الأغراض المسروقة بخزانتك دروسو. لأنه بتعرف مو أنا يلي سرقتهم توماس. وأنا بوقتها دافعت عنك ما هيك؟ قلت قدام الكل إنك مستحيل تساويها. يمكن حتى تبعد الشبهات عنك مو أكتر. عم تظلميني هيك؟ لا توماس، وأنا حكيت لهم لأخواتي ورح أضل ورا الموضوع لحتى يصدقوني، عم تفهم؟ بتعرفي شو تذكرت هلأ دروسو؟ شو؟ إنه دوكاس طول الوقت لاحقني وبده ياني أوقع. ليش؟ لأنه أنا عم حاول ساعدكم. يعني بالأول هداك الحلق اللي كان بيقطي انسرق والتقى مع الساعة بخزانتك أنتي. شو بتقصد؟ خطة منه لحتى نبطل نوثق ببعضنا نوصل لهي المواصيل، والأحلى من هذا كله أنه نجح بهذا الشيء. هدفه العلواطي يخرب بيناتنا وبس. بس ليش من الأول؟ ما قلت هالحكي. حبيت رتب الأمور براسي بالأول، ما حبيت ساوي مشاكل بيناتكن، وخاصة أنه أختك رح تتزوج ابنه. بس مو أحسن ما يفكروني أني حرامية؟ بدي تحكي لأختي إليني. مو حلوة بنوب، بدي تحكي لأنتي وأنا بحاكي نستوراس. موافقة؟ توماس شكراً إلك، وبعتذر إني شكيت فيك. اليوم رح روح وقدم استئناف ضد المنطقة الصناعية، لأنه هذا المشروع مانو منيح للقرية بنوب، وأنا بشوف المفروض يتوقف وما يتم تنفيذه. لا اسمعني نستوراس، وشلون بتقول المشروع ما رح يكون مفيد للقرية بنوب؟ أنا درست لهذا المشروع وشفت هيك. اللي يا ترى هاي الأوامر من إيليني؟ ها؟ لأنه سكان القرية موافقين على هذا المشروع. هذا المشروع مانو منيح ولا يمكن وافق عليه، وأصلاً في ناس كتير ضده. وين؟ بالاتحاد السوفيتي بروكوبيس. حل عنا يا. شو يعني؟ بدك تتخانق معه مثلاً؟ إيه بس خلاص سكوت. بس المختار معه حق، هالمشروع رح يطور قريتنا، يعني ما فينا نلغي مشان رأي كم واحد. بعدين لا تواخذني نستوراس، أنت شو عندك؟ ما عندك شي صح فيوليتا ولا لا؟ لا أنا ما إلي علاقة بهالموضوع، بس هالمشروع في من وراء قصة وما حدا بيعرفها. خلونا نفهم وجهة نظره. أنت درست المشروع، شو الجديد اللي عرفته عنه؟ وقت سمعت بهذا الموضوع أنا تواصلت مع واحد من رفقاتي بوزارة الزراعة، وقال لي في منطقتين مرشحين ليتنفذ فيهم هذا المشروع،